بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ لقد سمعنا عن فضيلتكم فتوى قد تداولها طلبة العلم، وهي مسألة القصر في السفر. فكثير من طلبة العلم يقولون الشيخ يقول أن طلبة العلم إذا قدموا من بلدان خارج عن المملكة يعني يجلسون إذا صلوا فرادى لم يقصرون الصلاة، فهل هذا يريد أدلة من ذلك التفصيل المسألة؟ جزاكم الله. هذه المسألة بارك الله فيك وهي إقامة المسافر في بلد، هل ينقطع بها حكم السفر أو لا ينقطع؟ والعلماء مختلفون في هذه المسألة على أكثر من 20 قولا ذكرها النووي في المجموع شرح المهذب، وذلك أن المسألة ليس فيها نص قاطع يفصل بين المختلفين. لذلك ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أن المسألة ترجع إلى الاستيطان أو السفر، وأن حال الإنسان دائرة بين استيطان وسفر فقط، ويلحق بالاستيطان الإقامة الدائمة التي لم تحدد بعمل ولا زمن. وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، وهو الذي تدل عليه ظواهر الأدلة الشرعية، لأنه لا يوجد في القرآن ولا في السنة حرف واحد يدل على تحديد المدة التي تقطع حكم السفر إذا نواها الإنسان. ومن كان عنده دليل في ذلك فليسعف ما به. وأكبر دليل عندهم هو عند الذين يحددوا هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقام إقامات مختلفة، فمنهم من أخذ بالأدنى ومنهم من أخذ بالأعلى. فابن عباس مثلا قال إذا نوى المسافر 19 يوما أو أكثر فإنه يتم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام بمكة 19 يوما يقصر الصلاة، فإذا أقمنا هذه 19 يوما قصرنا، وإذا زدنا أتممنا. والإمام أحمد رحمه الله والشافعي وأظن الإمام مالك يقول إذا نوى أكثر من 4 أيام أتم، وإذا نوى 4 فما دونها قصر. لكن اختلف الشافعي والإمام. الشافعي يقول يوم الدخول ويوم الخروج لا يحسب، فالأيام تكون صافية 4، وبناء على هذا المذهب تكون الأيام كم؟ 6، يوم الدخول يوم الخروج و4 الصافية بينهما. والإمام أحمد يحسب يوم الدخول ويوم الخروج. فما هو الدليل لهذا؟ الدليل هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وهي آخر سفرة سافرها، قدم مكة يوم الأحد 4 من ذي الحجة، ومكث بها يوم الأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء، وفي يوم الخميس ضحى خرج إلى منى. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في هذه المدة يقصر الصلاة. قال أنس رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى مكة في حجة الوداع فلم يزل يصلي 2 حتى رجع إلى المدينة، فسئل كم أقاموا في مكة قال أقمنا بها 10، أقمنا بها 10، لأنه وصلها يوم الأحد 4 من ذي الحجة وخرج في صباح 14 من ذي الحجة، فتكون الأيام 10، 4 قبل الخروج إلى المشاعر والباقي في المشاعر. ولكني أسألكم الآن، هل هذا دليل على التحديد أو دليل على عدم التحديد؟ هو في الحقيقة دليل على عدم التحديد، ما هو على التحديد. ليش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل من جلس أكثر من 4 أيام فليتم،
وإنما كانت أربعة أيام مصادفة. وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن الناس يقدمون إلى مكة للحج قبل اليوم الرابع، يعني ليس كل الحجيج لا يقدم إلا في الرابع فما بعده أبدا، الحجاج يقدمون في الرابع، في الثالث، في الثاني، في الأول، في آخر ذي القعدة، بل يمكن من شوال. الحج أشهر المعلومات أولها شوال. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أنه أن الناس يقدمون قبل اليوم الرابع لم يقل للناس من قدم قبل اليوم الرابع فليتم، علم أن الإتمام لا يلزم. ولهذا لما صلى بمكة في عام الفتح، لما صلى بمكة في عام الفتح قال لأهلها: يا أهل مكة أتموا فإن قوم صف، وكان يصلي ركعتين ويسلم ثم يقوم الناس أهل مكة فيتمون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبلغ البلاغ المبين. فإذا علمنا أنه أقام في مكة أربعة أيام قبل الخروج إلى منى وستة أيام بعد ذلك، وأقام في تبوك 15 يوما، 20 يوما يقصر الصلاة، وأقام في مكة عام الفتح 19 يوما يقصر الصلاة، فهذه مدد مختلفة ولم يتغير فيها الحكم. حينئذ نقول العبرة بقطع السفر. إذا نوى الإنسان قطع السفر والإقامة المطلقة في هذا البلد صار من أهلها ولزمه ما يلزم المقيم. وأما إذا قال أنا لست من أهل هذا البلد لكني أقمت لشغل، فنقول إذن أنت مسافر. لكن مع ذلك لا نعفي هذا الرجل الذي أقام في البلد، أن لا نعفيه من صلاة الجماعة، بل نلزمه بصلاة الجماعة والجمعة إلا إذا فتت فيصلي ركعتين. كذلك أيضا لا نرى أن يفطر رمضان ولا يقضيه إلا بعد رمضان الثاني، لا لأنه غير مسافر، لكن لأنه لو ترك صيام رمضان في هذه السنة ثم في السنة الأخرى ثم في الثالثة تضاعفت عليه الأيام وربما عجز وكسل. ثم إن تأكيد الفطر في السفر ليس كتأكيد القصر. القصر عند بعض العلماء واجب في السفر، وأما ونعم ولم يحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أتم يوما من الأيام هو مسافر. وأما الفطر فإن الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام يصومون ويفطرون ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. والنبي عليه الصلاة والسلام صام، ولما قيل له الناس قد شق عليهم أفطر. فلهذا نقول الصوم لهذا المسافر الذي أقام مدة طويلة لا يؤخر إلى رمضان الثاني، بل يصومه لئلا تتراكم عليه الأشهر فيضعف أو يتهاون.